يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء في الصف الثامن. اليوم رح نشوف مع بعض حل تمارين ومسائل المتعلقة بدرس الزاوية الخارجة للمثلث. السؤال الأول بيقولنا جد قيمة الزاوية س في كل مما يأتي. نشوف مع بعض فرع ألف. فرع ألف معطيني المثلث ألف باء جيم، مطلوب مني إيجاد قياس الزاوية س، وهي الزاوية س هي زاوية خارجة لهذا المثلث. معطى قياس الزاويتين ألف وباء وهما زوايا داخلية بعيدة عن الزاوية الخارجة. إحنا أخذنا نتيجة في هذا الدرس إنه الزاوية الخارجة تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين، يعني قياس الزاوية س بيساوي قياس هذول الزاويتين الداخليات اللي بعاد عنها اللي معطى قياس الزاوية الأولى 60 درجة زائد قياس الزاوية الثانية 40 درجة، يعني قياس الزاوية س بيساوي 100 درجة. ليش؟ لأنه قياس الزاوية الخارجة تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها. في فرع باء معطيني زاوية خارجة في هذا المثلث أيضا اللي اسمه ألف باء جيم، هاي الزاوية 140 درجة هي زاوية خارجة لهذا المثلث، معطيني قياس إحدى الزوايا الداخلية البعيدة 85 درجة والزاوية الأخرى مجهول قياسها. الآن لإيجاد قياسها أنا بعرف إنه مجموع هذول الزاويتين هو 140 درجة، لأنه هاي 140 هي زاوية خارجة في هذا المثلث، يعني لو وجدنا ناتج طرح 85 هاي اللي هي إحدى الزوايا الداخلية من 140 بيكون عندنا قياس الزاوية س، يعني قياس الزاوية س بيساوي 140 ناقص إحدى الزوايا الداخلية 85 درجة، يعني قياس الزاوية س بيساوي 55 درجة، وهذا هو المطلوب. ليش؟ لأنه الزاوية 140 درجة هاي اللي هي الخارجية هي عبارة عن س زائد 85 درجة. ليش؟ لأنه هدول التنتين الداخليات. نشوف فرع جيم. فرع جيم معطينا إحدى الزوايا زاويتين داخليات في هذا المثلث، إحداهما مجاورة لهاي الزاوية س اللي هي هاي زاوية خارجة لهذا المثلث ألف باء جيم. الآن هاي الزاوية الداخلية هي متجاورة مع الخارجية، وإحنا بنعرف قياس أي زاويتين متجاورتين مجموع قياسهم 180 درجة، يعني قياس الزاوية س هو المجموع الكلي لهدول الزاويتين ناقص 85 اللي هو 180 درجة ناقص 35 درجة. ليش؟ لأنهم متجاورات على خط مستقيم، وأي زاويتين متجاورات على خط مستقيم مجموع قياسهم 180، إذن المتبقي لقياس الزاوية س هو 145 درجة، وهذا هو المطلوب مني بهذا الفرع. استخدمنا في حل هذا السؤال النتيجة أنه الزاوية الخارجة تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين، أيضا تجاور على خط مستقيم مجموعهم قياسهم 180 درجة. هيك بكون أنهيت حل السؤال الأول. خلينا نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بيحكينا جد قياس الزاوية 1 2 3 في الشكل الآتي. الآن الشكل الآتي هو عبارة عن مثلثين لكن متداخلين مع بعض. راح أخلي واحد باللون الأزرق والثاني أعمله باللون النهلي عشان نشوفه مع بعض. الآن المثلث اللي باللون الأزرق راح أخلي اسمه ألف باء جي، هاي مثل ما أنتوا شايفين اللي باللون الأزرق. الآن المثلث اللي باللون النهدي نسميه سين صاد عين. الآن نشوف المثلث الأول ألف باء جيم. الآن المثلث ألف باء جيم في عنا هيو هذا المثلث الكبير، في عنا زاوية واحد. الزاوية واحد بالنسبة لهذا المثلث هي زاوية خارجة، لأنها هي تشكلت من الضلع باء جيم وامتداد الضلع ألف جيم، إذا هاي واحد هي زاوية خارجة لهذا المثلث. وحسب النتيجة إنه الزاوية الخارجة تساوي مجموع قياس الزاويتين البعيدتين الداخليتين في هذا المثلث، يعني قياس الزاوية واحد بتساوي 60 زائد 92 درجة. برجع بنحكي ليش؟ لأنه هاي الزاوية خارجية أو خارجة للمثلث ألف باء جيم. حسب النتيجة إنه هاي الزاوية الخارجة تساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين، يعني قياس الزاوية واحد بيساوي 152 درجة، وهي أول مطلوب في السؤال.
نيجي للمطلوب الثاني، قياس الزاوية 2 وقياس الزاوية 3. خلينا بالأول نوجد قياس الزاوية 3. نطلع على المثلث اللي باللون النهدي اللي هو اسمه سين صاد عين، منلاقي انه هاي الزاوية 3 هي عبارة عن زاوية خارجة لهذا المثلث. ليش؟ لأنها تشكلت من الضلع صاد عين وامتداد الضلع المجاور له سين عين. هاي إذا تشكلت هاي الزاوية الثالثة. أيضا حسب النتيجة انه هاي الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين عنها، يعني قياس الزاوية 3 هي عبارة عن 50 درجة زائد 80 درجة. قياس الزاوية 3 بيساوي 130 درجة. ليش؟ لأنها زاوية خارجة للمثلث اللي أنا سميته سين صاد عين. الآن بدنا نوجد قياس الزاوية 2 اللي هي موجودة عندنا هون. زاوية 2، الزاوية 2 هي موجودة في مثلث هيتشكل من تقاطع المثلثين اللي هم هيهم، مثلث هذا الصغير. أول إشي عشان أوجد قياس الزاويتين بدي أوجد قياس الزاويتين التانيات في هذا المثلث، يعني هاي الزاوية اللي أنا هون أشرت عليها وخليني أسميها الزاوية 4، وهاي الزاوية اللي هي 5 بدي أسميها الزاوية 5، تمام؟ الآن بوجد قياس الزاوية 4 من خلال التجاور على خط مستقيم مع الزاوية 1. طب أنا وجدت هون الزاوية 1 هي عبارة عن 152 درجة، إذن هذول الزاويتين 1 و 4 متجاورات على خط مستقيم مجموع قياسهم 180. إذن المتبقي من ناتج طرح ال 152 من 180 هو لزاوية 4. إذن قياس الزاوية 4 بساوي 180 درجة ناقص 152 درجة، يعني الناتج بساوي 28 درجة الزاوية 4. ليش؟ تجاور على خط مستقيم، أي زاويتين متجاورات على خط مستقيم مجموعهم 180 اللي هم الزاوية 1 والزاوية أنا سميتها 4. الآن نيجي للزاوية 5. قياس الزاوية 5، أيضا الزاوية 5 متجاورة على خط مستقيم مع الزاوية 3، إذا مجموعهم 180 درجة. طب إذا أنا وجدت هون قياس الزاوية 3 130 درجة، كم المتبقي من 180؟ المتبقي 50 درجة للزاوية 5. إذن ليش؟ لنفس السبب، تجاور على خط مستقيم، لكن هون الزاويتين المتجاورات هم الزاوية 3 واللي أنا سميتها 5. باستخدام هدول المعطيين اللي هم الزاوية 4 والزاوية 5 بقدر أوجد الزاوية 2. ليش؟ لأنها موجودة بهذا المثلث، صار معنا معلوم زاويتين فيه، إذا بقدر أعرف الزاوية الثالثة من خلال مجموع قياس زوايا المثلث. إذا قياس الزاوية 2 بساوي 180 درجة ناقص هدول الزاويتين اللي أنا عرفتهم 4 و 5، 4 قياسها 28 درجة زائد 5 قياسها 50 درجة، يعني قياس الزاوية 2 بساوي 180 درجة ناقص 78 ويساوي 102 درجات. هذا المطلوب الأخير في السؤال، السبب إني عملت هيك مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة. وبهيك بيكون خلص حل السؤال الثاني. الآن نشوف مع بعض حل السؤال الثالث. بقولنا السؤال الثالث إذا كان قياس الزاوية الخارجة للمثلث 117 درجة، إذا زاوية خارجة في أي مثلث قياسها 117 درجة، وقياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين له أول زاوية 2 سين تربيع زائد 7، قياس الزاوية الثانية 61 ناقص سين تربيع، فجد قيمة سين. الآن رح أستخدم النتيجة اللي موجودة في الدرس، إنه الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين، عشان هيك ذكر لي بالسؤال إنه هدول الزاويتين هم الداخليتين البعيدتين. يعني الزاوية الخارجة اللي هي 117 درجة بتساوي مجموع القياس الزوايا الداخلية اللي بعيدة، يعني 2 سين تربيع زائد 7 زائد الزاوية الثانية 61 ناقص سين تربيع. ركزوا انه هاي الزاوية الاولى كقياس معطيني اياها بمقدار جبري، والزاوية الثانية كقياس معطيني اياها بمقدار جبري. الان باجي للحد للطرف الأيسر من المساواة،
بقدر إني أجمع الحدود الجبرية المتشابهة. عندنا 2 سين تربيع ناقص سين تربيع، هنا معاملها 1 يعني سالب 1. 2 ناقص 1 بجمع المعاملات بطلع عنا 1 يعني سين تربيع. 7 و61 أيضا حدود جبرية متشابهة بقدر أجمعها بطلع عنا 68. الآن شكل عندي معادلة بمتغير 1، بحلها بإني بالأول بخلص من 68 بمعكوسها ناقص 68 لطرفي المساواة. بالطرف هون بصفي عنا سين تربيع، هون ناتج 117 ناقص 68 هو 49. الآن بدي أحل هاي المعادلة بإني أخذ الجذر التربيعي لطرفي المساواة. أخذ الجذر التربيعي للسين تربيع والجذر التربيعي للتسعة وأربعين. ليش أخذت الجذر التربيعي؟ لأني أنا بعرف إنه الجذر التربيعي بلغي التربيع وبصفي عنا سين يساوي. الآن الجذر التربيعي للتسعة وأربعين هو عبارة عن موجب أو سالب 7، وهاي هي النتيجة النهائية. هلأ نشوف مع بعض حل السؤال الرابع. قلنا بالسؤال الرابع إذا كانت القطعة ألف ها توازي، هاي إشارة توازي القطعة جيم دال في الشكل الآتي، بيّن أن قياس الزاوية 1 اللي هي هيها تساوي قياس الزاوية 4. الآن الزاوية 1 هي عبارة عن زاوية خارجة في هذا المثلث اللي هو ها ألف با. الزاوية 1 زاوية خارجة للمثلث اللي اسمه ألف ها با أو ها ألف با ألف ها با. الآن بما إنها زاوية خارجة معناته هي تساوي قياسها يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين اللي هم مين؟ يعني الزاوية 1 بتساوي هاي زاوية بعيدة عنها وهاي زاوية أيضا بعيدة عنها. الزاوية البعيدة عنها هاي زاوية 2 اسمها في السؤال الزاوية 2، زائد الزاوية هاي اسمها ها با ألف. الزاوية ها با ألف. نيجي للزاوية 4. الزاوية 4 هي زاوية خارجة للمثلث دال جيم با. الزاوية 4 زاوية خارجة للمثلث دال جيم با.